السلام عليكم مشاهدي شوف تيفي الاوفياء، مرحبا بكم معايا في هذا المباشر من قلب النواحي ديال مدينه ميدلز، بالضبط في اغبالو. هذا المباشر اللي من خلاله غادي نقل لكم كيفاش كيتم تحسين النسل للخرفان اللي كيوجدوا الكسابه ديال الجهه العيد الكبير، كيفاش كيكون هذا التجمع ديالهم مره في السنه في هذه الوقيته باش كيقدروا يجمعوا الخرفان ديال كل واحد فيهم مع الخرفان ديال الاخر باش كيكون تحسين النسل. انا عطيتكم ملخص الموضوع لانهم هما اغلبيتهم كيتكلموا بالامازيغيه، فانا عطيتكم ملخص الموضوع ونخليهم هما يعاودوا لينا كيفاش كتتم العمليه. انت جي قدامي يلا تفضل. السلام عليكم، بخير هنيه. تفضل عاود لينا على هذا التجمع اللي كديروا كل عام هذه الوقيته. تجمع كويا سكاس يروق من شهر 3، ما بين شهر 3 وبين شهر 4 كندوزو هاد العمليه ديال تحسين النسل. شحال تقريبا من الدوار كيجي لهنايا؟ شي 13 دوار تابعه لجامعه اغبالو. 160 كساب كتكون تقريبا 160 كساب اللي كاينه. كيفاش كتتم هاد العمليه؟ العمليه كتاخد الخرفان والخروفات صغار وكترقمهم على حسب لانوك جمعية سلالات تم حضيتك، إيوا وكتقابلهم بالعلف وبالرعى وكل شيء. المهم هادشي راه صعيب بزاف ماشي. يعني من هاد الوقيتة كتوجدوا العيد الكبير من دابا؟ لا لا، هادي ماشي عيد الكبير، تحسين النسل. باش عادي يولدوا العيد الكبير؟ لا، كتحسن في النسل، كتحسن الكتيبة ديالك باش تكون مزيانة، باش تكون الكاليتي. هكداك. ايوا صافي. والناس الفلاح راه مكرفسين بزاف، كاين العلف غالي هذا العام والتبن غالي، والمهم كلشي غالي، كلشي غالي في هذه المنطقه. لحقاش المنطقه صغيره شويه وفيها الفلاحه، دابا ولات الفلاحه ديال البطاطا والفلاحه ديال التفاح، وجايه مضيقه على الكساب، والكساب راه كيعاني بزاف. يعني الاثمنه ديال العلف ماشي مناسبه؟ لا ماشي مناسبه بالنسبه ديال البيع، ماشي فحال البيع، فحال بزاف الصير طالع بزاف. يعني ما كتربحوش فيهم بزاف؟ لا ماشي بزاف. كي كتكون الجوده ديال هاد الجوايه بالاخص، انه انا عارفه هاد الجهه زعما كياكلوا في الجبال في هاد السنوات الاخيره راه ولات غير العلف مع الجفاف غير العلف وما راه ما كاين والو. لحقاش المنطقه راه صغيره بزاف، راه الفلاح راه متضرر بزاف. ايوا هادشي اللي كاين. فاش كيكون الجفاف هو كتوليو تشريو كما قلتي؟ كتشري التبن، راه التبن واصل حتى 50 درهم، 1200 البالا، والعلف راه غالي، الشعير واصل حتى 12000 الخنطار. المهم راه يعني دابا الكساب الصغير ممكن يلقى مشكل. راه حتى الفلاح الكبير راه لقى مشكل نيت، راه عنده مشكل كبير نيت. لحقاش الاسعار ديال الاعلاف راه غاليه، طالعه بزاف، طالعه على بالنسبه للبيع راه ما كاينش. كي كتكون الجوده ديال اللحوم اللي كيكونوا في المنطقه؟ صافي، راه ولاو دابا جايين غير الجماله كيجملوا منا، كيجملوا ب 30000 40000 35000، هادشي باش كيجملوا. اللي ما قدش يوكلهم كيولي يبيع من هاد الوقت، كيولوا راه ضعافين نيت وما كيتباعوا ليش. هادو دابا كيتوجدوا للعيد؟ لا من طبيعة الحال هاد الجمال اللي خداهم راه بغى يبيعهم في العيد، يديهم هو يعلفهم، يديهم خدا لي تروازيام ولي دوزيام. لو بروميير خلاص راه كياخذوهم الكسابة. هما مازال يعني مازال عندهم الأمل شوية في البروميير. راه مزيان. شحال تقريبا من راس ديال الحولي كيكون في هاد السوق فاش كتجمعوا في هاد النهار؟ يعني كل واحد واش كيدوز، كاين اللي كيدوز 30، كاين اللي كيدوز 40 حولي، كاين اللي كيدوز 10، كاين اللي مازال ما كيديرش الحواله، كيدوز على الاناث. ايوا هادشي اللي كاين. السلام عليكم، كنشكركم على هذه المشيه اللي درتو لنا لاغبال ويسردان، وحنا كنطلبوا لكم تشوفوا من حال اغبال ويسردان فيه الكتيبه، بغينا نديروا الكتيبه ولكن جات علينا قاسحه، ما عندنا لا غابه لا عاصي، الكتيبه ديالنا باقا في الزريب دابا، فهمتي؟ الكسيبه ديالنا راه باقا في الزريف، والمدير الاخرين راه مشاو رعاو، حنايا راه دابا الكسيبه ديالنا راه خليناها في الكوار. لعل التلج اللي طاحت شويه هذا العام، واخا هذيك التلج اللي طاحت
ما دارت لينا والو. الاعلاف غاليه، البار بحال هادشي اللي قال الحمداوي سعيد غالي، الله يكون في العون. انت عارفه دابا البلاد ديالها كتشوفنا التراكتور دابا ولات كلشي خسرات وما بقات لا ربيع لا والو، الله يحسن العون. وما عندنا الجوده مزيانه وداز هادشي بخير وسهل. مزيانه مزيانه مزيانه، لا لا مزيانه مزيانه، لا مزيانه ايوا. كنصيفطوا مع المناطق في الوقت ديال العيد. يعني كاينين الناس كيفضلوا الجوده ديال البلاصه. وي اه طبيعه الحال. وا اودي حنا دابا نقول لك واحد الحاجه، البياع وشري لي دا، حنا دابا الحوليه راه سرحناها عام عام اللي سارحينه، يعني باش ما باع راه وراه كلا العلفه 30000 ولا 36 راه كلاها، فهمتي؟ حنا على لا اله الا الله وصافي. كنطلبوا من المسؤولين يشوفوا من حاله اغبال وسردان، راه الكسيفه فيه، الناس باغيين يخدموا، ولكني لا اله الا الله. الاعلاف القنطر ديال السيكاليم ولا الشعير دابا راه 1200 1300، اش غتالف؟ الحلي باقي عندك والكسيبه شاد عندك عام وبعتيه في 36، باقي لك شي حاجه تما راه تقريبا الخدشه ديال العلف ما دوزتش حتى ما دوزش. راه كاينين الناس راه ما يدوز حتى خمسه د الخناشي، راه ما يديروا لهم والو في النهار. واه اللي عنده بزاف، واللي ما عندوش راه شدات له الزريبه لا صافي لا اله الا الله. واسمحوا لنا، شكرا، كنشكركم على هذا المشي اللي درتوا عندنا، شكرا بزاف، تبارك الله عليكم. شي واحد اخر لا صافي.